أسامة، كيف رح يكون الطقس اليوم ومتى رح يبدأ تأثر المملكة بالمنخفض الجوي الخماسيني؟ صباح الخير مريان إليك، وصباح الخير لجميع المشاهدين والمتابعين الكرام. يعني زي ما تفضلتي حكيتي، ازداد تأثرنا بشكل واضح في الأسابيع الأخيرة بمنخفضات جوية خماسينية. عم بنشوف تقريبا كل أسبوع في عنا منخفض جوي خماسيني من تقريبا منتصف شهر خمسة حتى الآن. هاي الفترة تعتبر هي مش فترة المنخفضات الجوية الخماسينية، لكن هذا اللي عم بنشوفه حاليا، استمرار في وصول المنخفضات الجوية الخماسينية. والآن يعني إحنا على موعد مع منخفض جوي خماسيني جديد سيصل للمملكة إن شاء الله خلال ساعاتنا الآن، خاصة مع ساعات الليل المتأخر من اليوم، يعني ليلة الخميس للجمعة. والتأثير الأساسي لهذا المنخفض الجوي هو يوم الجمعة أو المنخفض الجوي الخماسيني. طبعا بالانتقال لصور الأقمار الصناعية، بلاحظ أن هناك كميات كبيرة الآن، أو يعني المنخفض الجوي الخماسيني بدأ يؤثر الآن على الأراضي المصرية زي ما احنا شايفين، يجلب كميات كبيرة من السحب في الأراضي المصرية. يتوقع حقيقة تحركه خلال الساعات القليلة القادمة ليصل إلى المملكة. بالتالي التغيير الأول راح يكون على أجواء اليوم هو أجواء غائمة كليا، يعني اليوم ما في ظهور لأشعة الشمس، في الغالب راح تكون الأجواء غالبة في أغلب أوقات اليوم. كان تجري اندفاع كميات كبيرة من السحب المتوسطة والعالية باتجاه المملكة كنتيجة لاقتراب هذا المنخفض الجوي الخماسيني. درجة الحرارة اليوم حوالي 30 درجة مئوية الحرارة، أجواء يمكن وصفها بأنها حارة نسبيا، رطوبة نوعا ما يعني متوسطة، ما بنحكي عن رطوبة مرتفعة أو منخفضة. الرياح لسه ما بتنشط اليوم، تنشط أكثر مع اقترابنا أكثر لساعات فجر الجمعة وليلة الخميس الجمعة وصباح الجمعة، يصبح نشاط الرياح بشكل أكثر. إجمالا اليوم زي ما حكينا الأجواء في الغالب هي مستقرة، لكن راح نبدأ نتأثر باقتراب هذا المنخفض الجوي الخماسيني. التغيير الأهم على الطقس اليوم هو يعني ما في شمس اليوم، راح تكون أجواء بالغالب هي غائمة خلال معظم أوقات نهار ومساء اليوم، ومع ساعات الليل المتأخرة يبدأ التغيير بنتيجة اقتراب هذا المنخفض الجوي الخماسيني. تمام، شو هي أبرز الظواهر المرافقة لهذا المنخفض الخماسيني؟ يعني منخفضات الخماسين طبعا زي هزائم منخفض جوي بأثر على المملكة، في منخفضات جوية بتكون تأثيرها شديد، في منخفضات جوية تأثيرها متوسط، في منخفضات جوية تأثيرها ضعيف. لكن إجمالا الظواهر الجوية المرافقة لأي منخفض جوي خماسيني بتتمثل بالدرجة الأولى بارتفاعات واضحة على درجات الحرارة، وزي ما حكينا في نشرة سابقة مريان أنه رغم أنه منخفض لكن بسبب ارتفاع في درجات الحرارة بشكل واضح. بالتالي هذا الارتفاع راح نشعر فيه هذه الليلة ويوم الجمعة. يوم الجمعة درجات الحرارة راح تكون مرتفعة في عموم مناطق المملكة، تسود أجواء ممكن نوصف أنها جافة مغبرة. السمة الأبرز ربما لمنخفضات الخماسين هي الطقس المغبر، بالتالي نتوقع ازدياد في نسب الغبار بشكل تدريجي بدءا من يعني ساعات فجر وصباح يوم الجمعة وطوال يوم الجمعة، وأيضا تترافق منخفضات الجوية الخماسينية بفرص لبعض الأمطار أحيانا وربما زخات البرد. راح نستعرضها إن شاء الله الآن بالتفصيل، جميع فرص الأمطار والرياح المرافقة لهذا المنخفض الخماسيني. أسامة، عم نحكي عن منخفض خماسيني، يعني أكيد في رياح، وضح لنا بالتفاصيل كيف رح تكون حركة رياح خلال هذا المنخفض الخماسيني، وهل رح يكون في عواصف رملية؟ يعني هذه خرائط الرياح بشكل عام، يعني كل ما كان اللون أقرب للأصفر والأحمر بدل على وجود هبات رياح ربما قوية وشديدة. أحيانا لما نشوف هذه الخارطة ليلة الخميس الجمعة، يعني هذه اليوم بالليل، بنلاحظ أنه ما في عنا نشاط ملفت على سرعة الرياح باستثناء بعض المناطق الشرقية زي ما احنا شايفين. لكن لو بدنا نمشي بخرائط الرياح للساعات القادمة، في البداية أول شيء نرصده أنه في رياح قوية باتجاه مدينة العقبة فجر وصباح يوم الجمعة، بالتالي قد ينتج على أنها يعني تشكل بعض العواصف الرملية فجر وصباح الجمعة في العقبة بوادي رم في بعض مناطق جنوب المملكة، قد ينتج عنها تشكل بعض العواصف الرملية بفعل نشاط الرياح، ولاحقا تمتد نشاط هذا الرياح مع ساعات الظهيرة. يعني احنا الآن هاي الخارطة ظهر يوم الجمعة، بنلاحظ انه الرياح القوية موجودة في اغلب مناطق المملكة التي قد ينتج عنها نشاط في الغبار والأتربة. مع اقترابنا اكثر لليلة الجمعة السبت تراجع الرياح، بالتالي ذروة الرياح الخماسينية راح تكون تقريبا مع ساعات ظهر وعصر يوم الجمعة، تترافق بنشاط لافت على الرياح وتدني في مستويات الرؤية الأفقية. ممكن المناطق الشرقية هي الأكثر عرضة لهذه العواصف الرملية، وبالدرجة الثانية المنطقة الجنوبية والوسطى، لكن هذا لا يمنع من تشكل الغبار يوم الغد، ويجب الانتباه حقيقة من تدني مستوى الرؤية الأفقية
يجب الانتباه لمرضى الجهاز التنفسي والحساسية والعيون من خطر حدوث مضاعفات كنتيجة هذه الأحوال الجوية الخماسينية. وزي ما حكيت أعلى فرصة لنشاط الرياح وفرص تشكل الغبار راح تبدأ يعني تقريبا من ساعات الظهر وحتى ساعات المساء بالنسبة للأمطار من يوم الجمعة. طبعا أسامة، بالنسبة للأمطار كيف رح يكون فرص الأمطار؟ متى رح تبدأ؟ وين ممكن تتركز؟ يعني رح نرجع نشهد عواصف بردية مثل اللي شهدناها قبل أسبوعين؟ يعني المنخفض الجوي الخماسيني وعدم الاستقرار اللي صار الأسبوع الماضي، بداية الأسبوع الماضي، نوعا ما مختلف عن الحالة الجوية الحالية. هذيك الحالة كانت واضحة أنها استثنائية وشديدة وقوية، يعني أسامة ما رح تكون بشدة المنخفض الخماسيني اللي كان قبل. يعني ما بنقدر نحكي مش راح تكون بشدة، لأنه في عندنا طبعا بعض فرص الأمطار موجودة زي ما احنا شايفين، هذه فرص الأمطار باللون الأزرق يوم الجمعة راح تكون موجودة بشكل عشوائي. يعني بدنا نوضح إنه الأمطار يوم الجمعة مش حتكون موجودة في كل المناطق ولا طول اليوم، يعني في راح تتشكل سحب رعدية في نطاقات عشوائية من المختلفة. ممكن الآن بعض يعني الناس اللي بتسمعنا بتشوف بكرة مطر وعواصف رعدية، وممكن الناس الثانيين عم يسمعونا ما يشوفوا أي شيء بكرة، لأنه هاي طبيعة حالات عدم الاستقرار الجوي، تمتاز نحن عشوائية، مناطق قريبة من بعض، إشي راح يشوف مطر وإشي ما راح يشوف مطر، هاي تكون من صعوبة مثل هذه الحالات. لكن إجمالا امتداد الحالة الجوية من حيث المدة والمساحة الجغرافية هو أقل من ما حصل قبل 10 أيام أو الأسبوع الماضي في المملكة، لكن مثل هذه الحالات اللي بتيجي في غير أوقاتها، يعني إحنا الآن نحكي عن حالة جوية أو حالة عدم استقرار جوي بتيجي في بدايات شهر 6، يجب دائما انتباه معها، خاصة من وجود الرياح الهابطة. ممكن الناس عم تسمع بكلمة الرياح الهابطة بآخر فترة. الرياح الهابطة هي عبارة عن السحاب الرعدية، لما تتشكل بيصير معها نشاط كبير في سرعة الرياح، لما تنزل هاي الرياح بالسحاب الرعدية تعمل على تشكل موجات غبارية كثيفة ولكنها سريعة. هذا الأمر ممكن نشوفه بكرة، ممكن بكرة نشوف في بعض النطاقات موجات غبارية كثيفة ولكنها سريعة التأثير بسبب نشاط هذه السحب الرعدية في بعض مناطق المملكة. لكن غدا زي ما احنا شايفين هاي الخارطة أمامنا، طقس غير مستقر يوم الجمعة في عموم مناطق المملكة، تشكل سحب رعدية في نطاقات مختلفة من المملكة، لكن تمتاز هذه السحب بأنها عشوائية الطابع. عفوا، يعني مش كل منطقة راح تشوف سحب رعدية وأمطار، لكن بعض مناطق المملكة بشكل عشوائي ومتفرق معرضة لأن تشهد تساقط أمطار وبعض السحب الرعدية وزخات البرد يوم الجمعة. طب أسامة، ممكن نشهد منخفضات جوية خماسينية أخرى قريبا؟ يعني هو صراحة الآن مش فترة نشاط هاي المنخفضات الجوية الخماسينية، لكن عم تنشط بهاي الفترة بشكل ربما ممكن وصفه بأنه غير معتاد. على ما يبدو أن الأسبوع القادم سيحمل في أغلب أوقاته استقرارا على الطقس، وأعتقد لما يعني نقرب أكثر على فترة ما بعد 20/6 و21/6 وبداية فصل الصيف فلكيا هو راح يبدأ. طبعا إحنا الآن استأذننا بفصل الخريف ربيع فلكيا، لكن بعد أسبوعين من الآن مع اقترابنا لفصل الصيف فلكيا أعتقد فرص هذه المنخفضات راح تضعف وتتلاشى ويتود الاستقرار التام المعتادين نشوفه خلال فصل الصيف. قبل ما ننهي أسامة، شو أهم التحذيرات والتوصيات خلال هذا المنخفض الخماسيني وخصوصا لمرضى الجهاز التنفسي؟ صحيح، في عنا عدة يعني توصيات تنبيهات هامة، بس يعني سريعا نمشي بمسار درجات الحرارة. درجات حرارة 30 خاصة يوم الجمعة ومرتفعة خلال حتى ساعة المساء والليل، يعني الليل الحرارة مرتفعة، راح نشعر ببعض يعني الإزعاج في الأجواء أو الانزعاج نتيجة ارتفاع درجات الحرارة، لكن اعتبارا من يوم السبت تستقر الأجواء بشكل تام وترتفع درجات الحرارة أو تنخفض درجات الحرارة خاصة خلال ساعات المساء والليل، ترجع الأجواء كثير لطيفة خلال ساعات المساء والليل. أهم التوصيات خلال هاي الحالة الجوية، بالبداية ندير بالنا من الانتباه من الأتربة المثارة في مختلف الطرق الصحراوية مع ساعات الظهيرة والعصر خاصة من يوم الجمعة. بدنا نقلل من العمل تحت أشعة الشمس نظرا لارتفاعها يوم الجمعة تحديدا، وأيضا بدنا ننتبه لمرضى الجهاز التنفسي والعيون من خطر حدوث مضاعفات نتيجة ارتفاع نسب الغبار في الأجواء يوم الجمعة بإذن الله تعالى. مدير العمليات في طقس العرب أسامة الطريفي، شكرا.